غزالة فيها 6 فاصلة سونس، يعني فيها سونس في القياس، اليد عامرة تبان تبارك الله ما شاء الله، فيها سونس في القياس 11230 درهم، 1,024,623 غرام، و90 ب470 درهم للغرام، ثمن خيالي البنات، خيالي ديال الهوتة ديال بصح. دابا خصني نقص شويه، ما بقاش طالع ديك الطلوع ديالو. وكاين واحد عصير الصابونه البنات، ها هو لينا اختي، مرحبا بك. الاورو اختي كيتلفني شويه داكشي علاش. مرحبا بك اختي لام كولي سكريني اختي، هادي سكريني الاولى ان شاء الله تستافد منها، اللي غتصيفط لي الاول على ميساج ان شاء الله تستافد منها، ديري لها سكرين وصيفطها لي اختي في واتساب. هاد عصير الصابونة البنات، الله يحفظك اختي حنان ايمان، مرحبا بك، عاونونا البنات اللي ما عرفناش شي حاجه نتوما معانا. هذا عصير الصابون قياس زوين، قياس صغير شويه، اليد صغيره، الثمن فيه 15.9 غرام، 15.9 في 470 درهم للغرام، الثمن راه ما يمكنش البنات، والله حتى ثمن خيالي اقسم بالله العظيم، 7,470 درهم، 470 درهم للغرام، فيه 15.90 غرام، 7,470 درهم. يعني بحال كتقولي 740، بحال 740 أورو، 740 أورو. هاد الدبليجة الصغيري، هاد البنات القياس ديالو اللي هو 6 سنتيم. خاتم اختصار، خاتم غورميت، لا والو والله اختي ديال غورميت ما عندي. هذا ديال الصويري فيه 6 سنتيم، 7,470 درهم، 470 درهم الغرام، فيه 15.90 غرام، اللي عجبها دير لي سكرين وتواصل معاه. امواج البحر شكرا اختي الله يحفظك. ام ياسمين اختي هذاك موضوع اخر، خاصنا نديرو لي عاوتاني شي لايف نشرحو فيه داكشي كامل كيفاش دايبي كيبيع، حيت كاين اختي الموديل وكاين ماشي الموديل، كاين الغرام. تقريبا الذهب دابا راه واصل 445 درهم، باش غتشري مع الدايبي راه كيبدا على حساب واش الغرام ولا ماشي الغرام، اللي كتباع الغرام راه ما كتفوتش 500-510 درهم الغرام، اللي كتباع الموديل كتبدا من 550 درهم حتى 1000 درهم، ما محدودش، كاين 550-570-600 درهم، 650 على حساب شنو غتاخذي، بعض المرات تكون شي حاجه ديال 550 تقدري تاخذها في 600، يعني على حساب كل واحد وشنو كيفاش كيبيع. عصير الصابون اختي صحيح وعامل، يعني حيت قياس 6 سنتيم زوين، يعني عامل راه اصلا في الميزات، يعني كون كان فيه شي حاجه ما صحاش كره تهرس عاد مولاتو. ها هو عجبها دير لي سكرين. الغرام دابا 445 درهم الخام، وكاين هذا البراسلي هذا زوين نوري لكم، او بحال الشكل ديال الكلو، فيه حجيرات مدفونين، خاتم ديالو كان عندي تباع، بقى البراسلي بوحدو، هذا فيه 7.63 غرام، 490 درهم الغرام، فيه 7.63، 490 درهم، هذا تاهو 750، موديل ديال 750 هادو، هذا 3,740 درهم، 3,740 درهم. مرحبا بك اختي زكيه بالبشير، مرحبا بك اختي. نقول لكم القياس ديال هذا، هذا القياس ديالو 5.6، قياس 5.6، في 7.63 غرام، 3,740 درهم، اللي عجبها دير لي سكرين وتواصل معاه. واش براسي اختي دويتي لي على هذا، تاكدوا منه واش هو، فيه 5.63 في 480، 2,700 درهم. شو واش دويتي لي اختي على هذا ديال 2,700 لينا، ما فهمتكش اختي لينا، عاودي اكتب لي شنو، ورينا الرادكو. الرادكو اختي عندي في الجديد،
دوزو ليكم. كاين واحد ثلاثه البراسليات البنات، شي وحده كتعرف تكتب بالاورو الله يكثر خيركم، اللي قلت لها شي حاجه في الثمن، اللي دوز شي ارتيكل وقلت الثمن ديالو تكتب لنا في التعليق ديالو بالاورو شحال، باش الناس اللي ما كيفهموش بالدرهم تشوف الاورو بشحال. غتشوفوا في التعليقات دابا يكتبوا الناس. شي وحده دير معنا مزيان منو صراحه انا الجريان. اختي الا عندك شي عائله في المغرب مرحبا بها، تواصلي معايا وتصيفطي لي ياخذ الامانه ديالها. كاين هاد البراسليات هادو ديال ثلاثه زوينين، هما كيبان بانوا لكم بحال الشكل ديال العظم. دول البنات 480 درهم للغرام، فيهم 21 غرام و20، 21 غرام و20 في 480 جاتهم 10180 درهم، 10180 درهم. محل اختي كاين في مدينة الدار البيضاء قصرية أنسي. ده 1,300,000 قياس ديالهم البنات. شكرا اختي امواج البحر الله يحفظك، تشارك ديما معنا اختي امواج البحر. هذا فيهم 5.6 القياس، 5.6 القياس زين 10180 درهم. جاكوار براسيل اختي عندي خواتم وعندي الكورميت ديالو اونصومبل ديالو بلا كولي ديالو وبلا براسي 10180 درهم، القياس ديالهم 5.6 كما قلنا 5.6 480 درهم الغرام. هادو هما اللي عجبوها دير لهم سكرين وتواصل معنا. مرحبا بك اختي زهيره، اختي نوال الله يحفظك اختي الله يكبر بك. مرحبا بك اختي، المهم اللي صيفط لي شي حاجه شي ارتيكل عجبو دير لي سكرين وتواصل معايا في الواتساب، الاول ان شاء الله هو اللي غيستافد منه، غنكونوا هانين أو عاد مارياجات. أو مارياج زوين البنات، هذا الثمن ديالو خيالي 460 درهم للغرام، 9010 درهم 9200 في 4.1 في 460 درهم 1890 درهم، هذا 1890 درهم. ام انس اختي راتك 11 غرام ديال ليد، لا بغيتي نكوموندي لك مرحبا، بقات عندي 9.20 غرام. مرحبا بك اختي، نقول لكم القياس، القياس ديال الخاتم فيه 1.9، هذا 1.9 ديال المارياج 1886 درهم، 1886 درهم فيها 4.10 غرام. كاين عاوتاني هذا كيما قلت اختي، ندوزو لكم القياس باش تعرفي شنو تسكريني. هذا 1.7 في القياس، ها هو مارياج زوين 1.7 في القياس، تقدري تزيدي ولا تنقصي فيه نمره ولا جوج نمرات، فيه 3.70 غرام، 3.70 غرام، هذا 470 درهم، 1740 درهم، 1740 درهم، 34000 ريال و800. شكرا لك بزاف اختي نوال، تعاونتي معنا الله يكبر بك اختي، سنسلي لي وراك. مرحبا بك اختي ماجده، ندوزهم ان شاء الله، نسالي لي الميزات ان شاء الله وندوزهم لك. 1740 درهم اللي عجبها دير لي سكرين. مارياجات اليوم راه احسن ثمن، كاين واحد المارياج زوين عاوتاني هذا، شوفوا لكم القياس ديالو، القياس ديالو 1.8، 1.8 في القياس، مارياج زوين ها هو كيما كيبان لكم، هذا 480 درهم للغرام، باقي جديد في 4.10 غرام، 4.10، 480، 1970 درهم، 1970 درهم، 39400، قياس ديالو 1.8، اللي عجبها دير لي سكرين. هذا داز
كاين واحد المراجع عاوتاني زوين حتى هو داكشي صحيح شي حاجه ديال ديما لبسيه ونسيه حتى هو 1.8 في القياس هذا 1.8 في القياس ها هو مريض زوين او عجبك دير لي سكرين وتواصل معنا راه باقي شبه جديد الثمن ديال هذا 480 درهم الغرام فيه 3 غرام 1440 درهم 1440 درهم 1440 درهم ان شاء الله اللي عجبك دير لي سكرين وتواصل معنا الاولى ان شاء الله تستافد منه 1.8 في القياس كاين واحد الخاتم باقي جديد البنات باقي جديد ديال بصح اللي القياس ديالو 1.8 حتى هو ديال الفيس كارتي باقي جديد بامكان ديالي نحطو في جديد دوزتو لكم في الميزات باش كلشي يستافد ان شاء الله هذا 490 درهم الغرام فيه 3 الغرام 62 3 الغرام 62 490 باقي شبه جديد يعني ناقصك على الجديد واحد 90 درهم في الغرام هذا 1770 درهم 1770 درهم 1770 درهم ها هو اللي عجبك دير لي سكرين وتواصل معنا ديال فيس كارتي قياس ديال 1.8 في القياس اللي بغا تزيد فيه شي سنتيم ولا جوج راه كيتزاد كاين هذا الموديل عاوتاني ديال المارياج فيه تاهو 1.8 أكثرية باقيين ستوندار ما مزيودين ما والو 1.8 في القياس فيه الحجر مدفون ديالو كله الحجر مدفون فيه 4 غرام 480 4 غرام في 480 1920 درهم 1920 درهم 38 ألف ريال 400 قياس 1.8 مرحبا بك أختي إحسان غير سكريني أختي سكريني ليا أنا معك لا عجبك هذا ديري لي سكرين اختي ديال الفيس ديري لي سكرين وانا معك اختي ديري لي سكرين وصيفطي ليا في واتساب وكتبي العنوان ديالك نمرة التليفون القياس اللي كان هو هذاك راه هو هذاك ما كانش نقاد لك القياس ديالك ما عنديش مشكل انا دوزناه 4 غرام 1920 درهم قياس 1.8 اللي عجب هذا الموديل دير لي سكرين حتى هو وتواصل معنا في واتساب اللي صيفط الميساج الاول عليه ان شاء الله يتسافد منه نوع المارياج ها هو شوفوا القياس ديالو حتى هو غالبا 1.8 حتى هو 1.8 وباقيين صحاح يعني شي حاجه عامله راه ما كيلعبو ما كيترطاو ما والو هذا 480 فيه 4 غرام ونص 4 ونص 480 2160 درهم 2160 درهم خويت ما دير 2500 2600 2160 درهم ثمن راه خيال البنات راه ديال الهوته اليوم والله العظيم لا ديال الهوته 2160 درهم القياس 1.8 خاتم باين وعاطي العين والصح والعمل الموبايل اللي عجبك دير لي سكرين وتواصل معنا وكاين هذا قياس صغير هذا المارياج هذا فيه 1.3 1.3 هذا القياس ديالو 1.3 قياس صغير الثمن ديالو 470 فيه 3 غرام و 40 3 غرام و 40 470 1598 درهم بحال 1600 درهم 32 ألف ريال اللي قياسها صغير 1.3 كيما كيبان لكم فيه الحجر ديالو فيكس قياس 1.3 اللي عجبك دير لي سكرين وتواصل معنا في الواتساب وكاين واحد خاتم هذا راه اقسم بالله العظيم ما يقدر شي واحد يدوزو في هاد الميزات ودوزت لكم بغيت الناس تستافد منه ما عنديش مشكل هذا 1.9 هذا البنات راه باقي شبه جديد خاتم موديل جديد ديال العظم ها هو كيما كيبان لكم ديال العظم هاوته هذا بالنسبه للثمن ديالو راه الهاوته ديال بصح فيه 1.9 كما قلنا تاكدوا 1.9 في القياس
هذا ديال العظام كيجي مع الدبيلجات، كيجي مع البراسليات، كيجي حتى مع البراسليات هذو اللي دوزنا ديال العظام كيجي معاهم. هذا البنات فيه 4.30 غرام كيبقى ب 500 درهم الموديل. 4.30 غرام 143000 ريال، 2150 درهم، يعني قليل اللي غيبيع لك هذا في القديم، كيبان باقي جديد، يعني هاو تاه هذا بهذا الثمن، موديل جديد وباحسن ثمن، يعني غتشوفيه بحال جديد ما غيبانش لك راه قديم، يعني في الامكان ديالنا نبيعو في جديد. حنا دوزنا لكم في الميزات باش كلشي يستافد منه. فاتي فاتي اختي ان شاء الله غنرجعو للمسابقات ضروري ان شاء الله. دوز اختي مستعمل غيدوز ان شاء الله يسالي اللايف وعاودي اختي مرحبا بك. هذا 2150 درهم القياس ديال 1.9، يقدر يتنقص يقدر يتزاد، يعجبها دير لي سكرين وتواصل معاه. كاين واحد الحلقات هما تما ثمن زوين ديالهم، هما حلقة ديال فيرزاتشي زوينين استعمال يومي، الحجر ديالهم مدفون. هادو البنات فيهم 2.80 غرام ب 480 درهم، 2.80 غرام.